اكتر انسان مستفز في الدنيا هو دكتور السنان، ما عندوش قلب، مهما تكون موجوع من جواك ما بيحسش بيك، يقولك تعالى تعالى يا حبيبي اقعد على الشيزلونج، كل حاجه هتبقى تمام وهتستريح. لا انا خايف يا دكتور. لا ما تقلقش حبيبي ما تقلقش، هتبقى زي الفل. ايه ده بس ايه ده كده، عايز تسترخي؟ ما فيش اي حاجه، بص فوق في السقف. قال لي يعني هو كده بيعالجك نفسيا؟ تعالى يا حبيبي معلش، انت بترتاح، تحس ان انت قاعد على البحر. هو هيجيب لك عصير برتقال، يقول لك حبيبي افتح بقك ما تقلقش. مش عاوز افتح بقي. لا لا ما تقلقش خالص، كل حاجه هتبقى تمام يا حبيبي، افتح بقك بقى. تيجي تفتح بقك تلاقي حقنه كبيره قوي. افتح بقك. عموما في حاجتين عشان نتجنب ان احنا نروح لدكتور السنان، اول حاجه هي الخيط الطبي. اخر حاجه انك تستعمل المعجون ده، ولما تيجي تستعمله تستعمله في حركه دائريه كده كده، كانك بتنظف بلاط المطبخ بتاع بيتكم اهو. كده اهو كده 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 فيا اما تستعملوا دول يا الا